دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا أمام حضراتكم. صورة نالت إشادة الجميع على السوشيال ميديا، راية طالبان أو راية التوحيد، راية التوحيد التي كتب عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترفع عالية خفاقة فوق القصر الرئاسي في كابول. صورة وصفها كثيرون بأنها جميلة، بأنها رائعة، بأنها تلفت الأنظار. هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينما تداولوا راية التوحيد وهي ترتفع عالية فوق القصر الرئاسي في كابول. طبعا كان لافت للنظر لحظة دخول قوات طالبان للقصر الرئاسي في كابول بعد هروب ورحيل أشرف غني الرئيس الأفغاني الهارب. دخلوا أول ما بدأوا به بعد جلوسهم على كرسي سدة الحكم هو تلاوة آيات القرآن الكريم، مشهد تم تداوله بقوة على السوشيال ميديا ليس في العالم الإسلامي ولكن في العالم أجمع. وكان من الواضح الثقة التي يتمتع بها عناصر حركة طالبان وحالة الطمأنينة وحالة الشكر للمولى عز وجل. لكن بلا شك بأنه تلك الصور تجعل هناك أمنيات كبيرة ملقاة على عاتق حركة طالبان تحقيقها بإذن المولى عز وجل في أن يحققوا النجاح في الحكم. تجربة التسعينات كتب لها الفشل بسبب التدخلات الأمريكية والاحتلال الأمريكي، وتم تنحيتهم عن الحكم واحتلال الدولة الأفغانية. بإذن الله تلك الخبرات الآن تكون متواجدة لدى قادة حركة طالبان ويتم الاستفادة منها، وأن يكون الوضع الآن أفضل للدولة الأفغانية، أفضل من كل النواحي. يعني نشاهد الآن تخريج دفعات بالعشرات بالمئات من قبل عناصر حركة طالبان وضمها في الجيش الأفغاني، وعمل الحركة على تقوية الجيش بأحدث الآليات العسكرية خاصة بعد رحيل الاحتلال الأمريكي وتركه لمركبات ومعدات عسكرية هائلة التطور.